طيب خلينا بقى قبل ما يجي لنا اي اتصال تليفوني ناخد بقى السؤال الشائع اللي اي سيده طبعا بتتجوز او واحده مثلا بتبقى مقبله على زواج بتبقى عايزه تعرفه، ايه هي اسباب تاخر الانجاب؟ طيب احنا اتكلمنا طبعا فيها، ولكن احنا مش عايزين نتوه المشاهدين وعايزين نتكلم على الحاجات الاكثر شيوعا، ان هي دي اللي بنشوفها كل يوم كتير، وما نتكلمش على الحاجات النادره. الحاجات من اكثر الاسباب الاكثر شيوعا دلوقتي هي ضعف الحيوانات المنويه لدى الرجل. ودي بنرجع تفسيرها الى التلوث البيئي اللي احنا بنتعرض عليه، المبيدات اللي هي بترش في الخضروات والفاكهه، التلوث اللي حوالينا ده بيقلل من حركه الحيوانات المنويه ويزود من نسبه التشوهات. ديت بقت شائعه جدا دلوقتي عندنا، وللاسف ان احنا نتحكم فيها صعب. طبعا نقدر نتحكم لو الراجل مدخن يبطل تدخين، لكن في التلوث البيئي مش في ايدينا ان احنا نعمل ايه. بنشوف شباب كتير جدا دلوقتي وشباب صغيرين في السن وصحتهم كويسه جدا ما شاء الله، ومع ذلك عندهم ضعف شديد في الحيوانات المنويه. وبحب اضيف نقطه علشان في ناس كتير بيبقى في خلط بالنسبه لهم، ما فيش علاقه ما بين القدره الجنسيه والقدره على الانجاب. ان في راجل لما نطلب منه تحليل يقول لك انا كويس، لا، هو قدرته، هو فاكر ان هو طالما ان قدرته الجنسيه كويسه يقدر ان هو يبقى معناها ان عدد الحيوانات المنويه عنده كويس كده. دول ما لهمش علاقه ببعض، وممكن يكون الراجل قدرته الجنسيه فائقه لكن ما عندوش حيوانات منويه والعكس صحيح. فده من الاكثر شيوعا من ناحيه الرجل. والسبب الاكثر شيوعا من ناحيه الست في المجتمع بتاعنا هو تكيس المبايض. ده اكثر الاسباب. ان احنا نقول تقريبا 40% من السيدات في حوض البحر المتوسط بيعانوا من تكيس المبايض بدرجات متفاوته. الدرجات المتفاوته ممكن واحده يكون عندها تكيس ودورتها منتظمه، فبالتالي دي ما بتقلقش. لكن كل ما بتزيد حاله تكيس المبايض كل ما البيريد بتبتدي تتاخر، الدوره بتتاخر تتلخبط عندها وتتلخبط، وخاصه لو ست زادت في الوزن. في ستات كتير جدا يقول لك انا كانت الدوره قبل الجواز بتجيلي باليوم، لكن بعد الجواز بتتاخر. اقول لها وزنك زاد؟ تقول لي اه وزن. فالسمنه ما بتجيبش تكيس على المبايض، لكن تسيء من التكيس على المبايض لو موجود. ومن علامات التكيس المبايض هو عدم انتظام الدوره وظهور شعر في مناطق غير معتاده للسيدات، اللي هي حوالين السره وحوالين حلمه الصدر، وممكن تطلع شعر او اتنين في دقنها. دي اشاره كده هي تعرف ان عندها مشكله. من علامات تكيس المبايض اضطراب دوره مع زياده شعر في الجسم في الاماكن الغير معتاده للسيدات. جميل جدا. ديت الاكثر اسباب الشيوع بالنسبه. يجي بعد كده اللي يجي تاني حاجه للسيدات شيوعا اكثر هو البطانه المهاجره. البطانه المهاجره دي عشان ابسطها، ربنا سبحان الله خالق ان البطانه داخل الرحم بتنزف كل شهر، بتنزف في صوره الدوره الشهريه. في هذا المرض البطانه بتكون مهاجره خارج الرحم، فبتبقى موجوده على الحوض، على قناه فالوب، على المبيض. فبتنزف اثناء الدوره خارج الرحم. الست اثناء الدوره مش بتنزف خارجيا بس، بتنزف جوه بطنها على الانابيب وعلى المبيض. فبالتالي هذا الدم اللي بيخرج بيؤدي الى التصاقات وبيفرز مواد كيميائيه بتمنع تخصيب البويضه داخل الجسم، ومن هنا يحصل بقى تاخر انجاب. وده يحصل تاخر انجاب. والبطانه المهاجره من اعراضها الام مبرحه اثناء الدوره. وعشان ما نزعجش السيدات ان كل البنات معظمهم بيجي لهم الام اثناء الدوره، فالام البطانه المهاجره مميزه بشيء ان هي اسوا ايام في الالم بيبقى اليوم الثالث والرابع. مش الاول والثاني. الالام الطبيعيه بتاعت الدوره بيبقى اسوا يومين هو اليوم الاول والثاني، وبتبتدي تتحسن. اما في البطانه المهاجره علشان النزيف بيتجمع في البطن زي ما شرحنا، فبيبقى بيتجمع بكميات اكبر ابتداء من اليوم الثالث والرابع. فهو ده اللي بيؤدي الى الالام المبرحه اثناء اليوم الثالث والرابع نهايه الدوره. والام مبرحه اثناء العلاقه الزوجيه برضه، عشان ما نقلقش السيدات ان في الام طبيعيه اللي هي التشنجات المهبليه، لا، تبقى الام في البطن اثناء العلاقه الزوجيه، الام عميقه، فهي ديت اللي تشككنا في البطانه المهاجره. بنشخصها عن طريقتين. لو هي على المبيض مكونه كيس دموي او بتسميه تشوكلت سيست او كيس الشوكولاته دوت، بتبان بالموجات فوق الصوتيه. ولكن الطريقه الوحيده والمثلى لتشخيص البطانه المهاجره هو المنظار البطن التشخيصي. يعني هي ما تبانش في الاشعه العاديه، تبان في المنظار. لو عامله كيس تشوكلت سيست بس على المبيض هي البان، لكن لو هي على الحوض وعلى المبايض ما تبانش غير بالمنظار البطن التشخيصي. هي دي الحاجه الاكيده التي تجزم وجود البطانه المهاجره عند السيده. يعني حتى السونار ممكن يشك في التشوكلت سيست، لكن اللي يجزم هو
المنظار البطن. لو تشخصنا كنا زمان بنعالج ان احنا هي اي حاجه بتوقف الدوره بتحسن من البطانه المهاجره، ان هي البطانه المهاجره دي هي نزيف مع كل دوره. فلما توقف الدوره هيقف النزيف فالبطانه بتتحسن. فكانوا زمان بيدوا ادويه توقف الدوره 6 شهور او 9 شهور على امل ان هي تحسن. طبعا الادويه العقاقير دي سواء كان فيها اقراص قديمه او حقن دلوقتي لما توقف الدوره الالم بتروح لان الدوره وقفت. لكن اكتشفنا ان هي ما بتحسنش من فرصه انجابها بعد ما تبطلها. ان هي بتوقف التبويض 9 شهور. فاحنا كانوا على امل ان بعديها لما التبويض يشتغل يحدث انجاب. لقوا ان ده تضيع وقت اولا في التسع شهور اللي هي اثناء ان احنا بنوقف التبويض، تاني حاجه ان لما بنوقف ما زادتش من فرصه الانجاب. فعشان كده توصيه الكليه الملكيه في انجلترا اللي انا اتشرف بعضويتها ان قال لك لو الحقن دي تديها هتحسن الالام، لكن لو ست بتاخدها علشان تنجب عشان تعاني من مشكله ما دي تضيع وقت وساعتها وانس ان انت او طالما شخصت بطانه مهاجره يبقى الحل الامثل هو الحقن المجهري واطفال الانابيب. اي حاجه غير كده هتبقى تضيع وقت للمريض على الفاضي. يعني الحقن دي بتقلل عندها الالم بس ما بتزيدش من فرص حملها، بتوقف الدوره خالص. بتحطها كانها في انقطاع دوره فبتروح الالام خالص ان ما فيش دوره بتيجي، لما ترجع الدوره هترجع الالام تاني وستيل ما خلفتش.